كان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبلي أخيه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى وصوله إلى مملكة البحرين. وقد رحب سموه بزيارة أخيه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان للبلاد والتي تجسد عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيا لسموه طيب الإقامة في مملكة البحرين. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لصاحب الجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية وعدد من كبار المسؤولين.